ونبقى في الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا خلال الساعات الماضية. وذكر بيان لجيش الاحتلال أن الاعتقالات تركزت في مدينة جنين ورام الله والخليل وبيت لحم. وأشار البيان إلى أن 2 من المعتقلين ينتمون إلى حركة حماس. وتشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى أن أكثر من 6500 فلسطيني هم رهن الاعتقال في سجون الاحتلال. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова